اهلا بيكم في تلفزيون اليوم السابع. اهلا بيكم في تلفزيون اليوم السابع. احنا عندنا النهارده ليله استثنائيه من الطقس الغريب والفريد من نوعه، يمكن من اول ما بدأنا في هذا الفصل من الخريف ما شفناش هذه الليلة الاستثنائية. ليه ليلة استثنائية؟ لأن أنا واقف دلوقتي في القاهرة وبدأت فعلا يعني حبات قليلة جدا من الأمطار بتنزل على رأسنا في القاهرة. محافظة القاهرة ستصلها يعني يمكن حبات قليلة جدا من المطر بتنزل دلوقتي، بدأت تنزل دلوقتي، لكن ده مش هيبقى حاجة، لان مع بداية الساعات القليلة القادمة هنشوف طقس شديد البرودة على القاهرة. يمكن اقل درجة حرارة من ساعة ما الصيف انتهى، درجة الحرارة هتوصل بكرة القاهرة 7 درجة، يمكن هتكون كمان البرودة في القاهرة هي اشد بكثير جدا من البرودة في الاسكندرية. الاسكندرية هتكون 10 درجة الحرارة فيها 10. احنا طبعا واقفين دلوقتي في القاهرة في نقط بسيطة من المطر بدأت، ولكن ده مش هيكون بس الظاهرة الوحيدة الفريدة اللي هنشوفها بكرة. بكرة تتوقع هيئة الارصاد ان هيكون في رعد وبرق، عدد من الظواهر الرعد والبرق على محافظة القاهرة الكبرى، الجيزة، القاهرة. ويمكن عشان كده محافظة القاهرة عطلت الدراسة بكرة، لا دراسة في المدارس في القاهرة بكرة، ولكن ايضا لا دراسة في مدارس الجيزة، ولكن جامعة القاهرة وجامعة حلوان اكدت ان الدراسة بكرة مستمرة. يعني لو انت طالب جامعة روح الجامعة بتاعتك عادي، لن يتم تعطيل الدراسة في جامعة القاهرة ولا جامعة الجيزة. بالنسبة لجامعة الاسكندرية فالدراسة تم تعطيلها في جامعة الاسكندرية، وايضا تم تعطيلها في جامعة كفر الشيخ. لا يوجد دراسة غدا في جامعة القاهرة وجامعة كفر الشيخ، لكنها ستستمر اونلاين، لكن المدارس هتتوقف بشكل كامل في محافظة كفر الشيخ، محافظة البحيرة، محافظة الاسكندرية اللي النهاردة عطلت الدراسة هتستمر ايضا في تعطيل الدراسة غدا، ومطروح التي عطلت الدراسة النهاردة هتعطل برضه مستمرة في تعطيل الدراسة ان شاء الله يعني غدا باذن الله تعالى، اللي هي هيكون فيها ذروة الموجة القاسية. كان في عدد من الناس بتسأل على المحافظات بتاعتها، في حد بيسأل بيقول الدقهلية، الدقهلية لن تعطل الدراسة بكرة. الدراسة لو انت من محافظة الدقهلية، اهلنا في الدقهلية، الدراسة بكرة مستمرة بشكل طبيعي جدا في المدارس. جامعة حلوان، جامعة حلوان الدراسة مستمرة في جامعة حلوان، وان كان متوقع طبعا بما انها من محافظات من مناطق القاهرة هيكون في امطار متوسطة الشدة وتصحبها رعد وبرق. لكن الحقيقة المنطقة اللي هتشوف بكرة طقس غريب شوية وشديد يعني في ظاهرة جوية متطرفة هي شمال الصعيد. الشمال الصعيد اهلنا في المنيا، اهلنا في بني سويف، اهلنا في الفيوم، بكرة خلي بالكم بشدة، لان هيئة الارصاد الجوية حذرت ان بكرة هيكون في رياح سريعة وشديدة على هذه المناطق على شمال الصعيد تصل الى درجة العاصفة. ايوه درجة العاصفة، رياح مثيرة للأتربة هتكون موجودة على شمال الصعيد. الناس اللي بتسأل القاهرة بكرة اجازة يا جماعة، الحاجة امال اهي بعتها تسأل بتقول المدارس في القليوبية. لا يا حاجة امال، احنا كلمنا محافظ القليوبية منذ قليل اللواء عبد الحميد الهجان، وقال لنا ان الدراسة في القليوبية مستمرة. يا حاجة امال لو عندك بنت طفلة في المدرسة وديها المدرسة بكرة عادي جدا، لكن بقى لبسيها تقيل لان الجو بكرة هيكون درجة الحرارة يعني ساقعة اكتر من اللازم، لبسيها كمان حاجة علشان المطر، علشان في متوقع بكرة ان يكون في امطار على القليوبية، لكن المدارس مستمرة. مين تاني بيسأل؟ الجيزة، الجيزة اجازة بكرة يا جماعة، الجيزة اجازة بكرة، المدارس لكن الجامعة مستمرة. القاهرة، القاهرة اجازة بكرة يا جماعة، المنوفية، المنوفية شغالة فيها دراسة، ايوه الجيزة في تعطيل دراسة يا جماعة. اسكندرية طبعا دلوقتي بيشهدوا طقس يعني عجيب في الاسكندرية،
الاهالينا في اسكندريه، مدير مكتب اليوم السابع في الاسكندريه بيقول لنا ان الامطار غير مسبوقه في الاسكندريه. طبعا اللي انتم شايفينه ده هي السحب كما نصورها لكم على سماء القاهره، ويمكن قلت لكم من شويه نزلت نقط من الامطار على القاهره، لكن ده مش هيكون حاجه لان الامطار هيئه الارصاد الجويه بتتوقع بكره ان يكون في امطار متوسطه الشده على القاهره، لكن تصحبها رعد وبرق، وهي في طريقها للقاهره الان. يمكن محافظه الغربيه، لان الامطار وصلت الى محافظه الغربيه، اهلنا في طنطا عندهم شويه امطار طبعا موجوده حاليا. الغربية لا، مفيش تعطيل دراسة. جامعة عين شمس الدراسة مستمرة في جامعة عين شمس، بني سويف الدراسة مستمرة في بني سويف. الاسكندرية طبعا كلنا عارفين ان الاسكندرية اجازة بكرة زي ما كانت اجازة النهاردة، وجامعة اسكندرية كمان اجازة، يعني جامعة الاسكندرية اعطت اجازة للطلاب. المفروض ان في خلال الساعات القليلة في امطار شديدة ستسقط على القاهرة والجيزة والقاهرة الكبرى. يمكن انا بكلمكم دلوقتي من محافظة الجيزة او القاهرة يعني عموما، وشايف ان محافظة الجيزة بدأت تنشر حتى الان، بدأت تنشر عربيات شط المياه بتتمركز اهي قدامي، اهي عربية من عربيات شط المياه متمركزة في احد الشوارع الرئيسية في محافظة الجيزة مستعدين للامطار. حالة من الطوارئ طبعا علقتها المحافظات. واحد من الظواهر العجيبة اللي هنشوفها بكرة هي سقوط البرد حبات التلج. اهلنا في اسكندرية بكرة هيكونوا على موعد مع سقوط حبات الثلج او البرد، اهلنا في مطروح ايضا والسلوم حسب ما قالته لينا هيئة الارصاد الجوية. بالنسبة لسوهاج، فسوهاج حد يسأل عن سوهاج، سوهاج يا جماعة بكرة هتكون اسقع محافظة في مصر، وان لم تكن تشهد يعني امطار، وان مش متوقع ان هي تشهد امطار، لكنها هتكون اكثر المحافظات يعني التي ستمر بطقس بارد جدا. درجه الحراره في سوهاج 6 درجات. خليني اقول لكم التوقعات هيئه الارصاد بالمره واحنا مع بعض. المفروض ان اكثر المحافظات اللي هتشهد امطار خلال الفتره الحاليه من فتره عدم الاستقرار هي المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط بسبب قربها من المنخفض الجوي القادم من اوروبا. مطروح، اسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، كل دي هتشهد سقوط امطار لكنها اقل حدة من السواحل الشمالية. الامطار هتوصل لشمال الصعيد بس هتكون خفيفة، اللي هي هتكون في المنيا، بني سويف، الفيوم، وايضا لن يكون هناك امطار على صعيد مصر. حالة من عدم الاستقرار الجوي طبعا بتشهدها البلاد. المفروض ان الطقس هيكون شديد البرودة ليلا على كافة الانحاء. سانت كاترين درجة الحرارة هتوصل فيها سالب 4 تحت الصفر. هذه الأرصاد كمان قالت لنا إن هيكون في نشاط من الرياح على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء وسلاسل الجبال البحر الأحمر، وده هيؤدي إلى يعني رياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة. في أمطار متوسطة لغزيرة أحيانا بتكون رعدية ومصحوبه بحبات البرد اللي هو التلج الصغير ده يا جماعه، التلج اللي احنا عارفينه، على مناطق من السواحل الشماليه وشمال الدلتا، السلوم، مطروح، اسكندريه، البحيره وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد. اللي كان بيسال على بورسعيد، كما يشهد المفروض ان هي تكون في امطار متوسطه رعديه ليلا على مناطق متفرقه من القاهره وجنوب الدلتا وعلى الغربيه والشرقيه والمنوفيه ومدن القناه وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعه. بالنسبة للناس اللي بتسأل عن جامعة حلوان، جامعة حلوان مش أجازة بكرة، جامعة حلوان لن تكون أجازة، دراسة مستمرة بكرة إن شاء الله في جامعة حلوان. بالنسبة لدرجات الحرارة، القاهرة العظمى يعني وقت الظهر هتكون 15 درجة، الصغرى يعني وقت الفجر هتكون 7 درجات، الإسكندرية العظمى 15، الصغرى 11، يعني واخدين بالكم فرق 4 درجات. القاهرة أسقع 4 درجات في وقت الليل من الإسكندرية. مطروح العظمى 15، الصغرى 10، سوهاج العظمى 16، الصغرى 6 درجات. ولكن رغم هذه البرودة، درجة البرودة 6 درجات بس، لكن لن يكون هناك أي أمطار حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية على سوهاج. قنا العظمى 17، الصغرى 7 درجات، أسوان العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات.
المحافظات التي تم تعطيل الدراسة بها بكرة هتكون محافظة مطروح، محافظة اسكندرية المدارس متعطلة بكرة والجامعة أيضا متعطلة بكرة، محافظة كفر الشيخ الجامعة متعطلة في كفر الشيخ بكرة والدراسة أيضا في المدارس متعطلة غدا، جامعة بالنسبة للمحافظة أيضا دمياط الدراسة معطلة غدا في دمياط، بالنسبة لمحافظة كفر الشيخ اللي قلنا الدراسة متعطلة، البحيرة عطلت الدراسة، أيضا القاهرة والجيزة عطلت الدراسة غدا لأن من المتوقع في خلال ساعات قليلة أن تكون في أمطار غزيرة، هتنام وهتصحى هتلاقي أمطار موجودة بتصل خلال ساعات. المفروض أن ذروة هذا الطقس السيء هيكون النهاردة يوم الاثنين، ذروة هذا الطقس السيء هيكون يوم الاثنين يعني في خلال الساعات القليلة القادمة، ولكن مع يعني بداية يوم الثلاث هتبتدي نشهد التحسن شوية بشوية. الناس اللي بتسأل الأليوبية أجازة، لا يا جماعة الأليوبية مش أجازة، وكانت لسه من شوية الحاجة أمال سألتنا قالت هل الأليوبية أجازة؟ لا يا حاجة أمال الأليوبية ليست أجازة، ودي بنتك المدرسة بكرة بس لبسيها تقيل. يمكن دي درجات الحرارة اللي قلناها، اتكلمنا عن الطقس، الطقس عبارة عن عاصفة على شمال الصعيد، حبات من البرد والثلج على الإسكندرية والمحافظات الشمالية، تعطيل دراسة في 7 محافظات مش من بينهم الأليوبية عشان الناس بتوع الأليوبية عمالين يسألوا كل شوية. أما بالنسبة في ناس بتقول الأليوبية أجازة، واضح إن في تغيير، هل الأليوبية طلع القرار وإحنا دلوقتي؟ هنشوف دلوقتي وإحنا معاكم. يعني من شوية صغيرة كنا كلمنا المحافظ، المنصورة ليست أجازة يا جماعة. ضيف قلب في ناس بتقول لسه حالا الأليوبية، هنشوف لو احنا أجازة هنطلع دلوقتي الخبر على تلفزيون اليوم 7. المنيا الطقس هيكون بكرة في الناس اللي بتسأل المنيا، لا المنيا بكرة هتكون في أمطار خفيفة لكن هيكون في رياح قوية جدا لو انت في ساكن في الأماكن المكشوفة. يمكن ده حاولنا ننجز لكم حالة الطقس في المحافظة كلها. بالنسبة لأهالينا في الأليوبية اللي كانوا بيسألوا بيقولوا ان لسه في قرار نازل حالا، احنا حتى الآن ما عندناش تأكيد، ادخلوا على موقع اليوم 7 لو في قرار نزل حالا هننشره لحضراتكم، لكن احنا كنا في مكالمة قبل ما نبتدي البث ده مع محافظ الأليوبية وقال لنا حتى الآن لا يوجد أي أجازات. لو في قرار نزل حالا هنطلع طبعا تغطية عاجلة بهذه الأخبار. سوهاج أجازة؟ لا سوهاج ليست أجازة بكرة ولا يوجد أمطار على سوهاج. شكرا لكم، حاولنا إن احنا يعني ننقل لكم في هذا البث المباشر المزيد من أخبار الطقس حوالين اللي بيحصل في المحافظات، حوالين التوقعات، حوالين المحافظات الأجازة، وإن شاء الله مستمرين معكم في التغطية في تلفزيون اليوم 7 مع أخبار الطقس ومزيد من الأخبار وكل الأخبار والمنوعات